وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد الصحفي العراقي أحمد الجميلي. سيد أحمد، مرحبا بك. الحشود بدأت بالتوافد إلى ساحة التحرير ببغداد بحسب المعلومات القادمة، دعما لميليونية 25 من شباط. كيف ترى استعداد المتظاهرين للمشاركة في المليونية رغم الظروف الجوية الصعبة؟ نعم، شهدت منذ الصباح الباكر ساحة التحرير بالإضافة إلى بقية ساحات التظاهر في عموم العراق توافد الآلاف من الطلبة والعراقيين للمشاركة بالتظاهرة المليونية التي دعا إليها الناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي كانت مكرسة لرفض هيمنة الأحزاب وميليشياتهم على القرار العراقي ومحاولتهم فرض إرادتهم النفعية نعم سيد أحمد، هل لا تزال معي؟ تفضل. نعم أسمعك أخي. تفضل أكمل الإجابة. نعم، كنت أقول أنه منذ الصباح الباكر توافد الآلاف من طلبة الجامعات والعراقيين إلى ساحات التظاهر في ساحة التحرير وكذلك في بقية ساحات التظاهر في العراق. هذه التظاهرات خرجت اليوم تلبية لنداء المعتصمين والناشطين العراقيين في سطوح التظاهر من أجل المشاركة بتظاهرة مليونية رفضا وتأكيدا لمطالب المتظاهرين برفض كل العملية السياسية ورفض كل المرشحين الذين صوتت عليهم أحزاب السلطة وميليشياتها. هذا اليوم شاهدنا أن طلبة الجامعات رفعوا شعارات تندد بمحاولة فرض مرشح الأحزاب والميليشيات. نعم، سنأتي سيد أحمد سنأتي على تفاصيل الحراك الطلابي في سؤال لاحق، لكن دعني أسألك الآن عن مليونية اليوم التي تتوافق وذكرى ثورة 25 من شباط 2011. باعتقادك إلى أي مدى استدعى الثوار روح 2011 ضد المالكي والأحزاب الفاسدة اليوم في ظل تشابه الظروف بل وتفاقمها؟ نعم، هذا اليوم كانت هنالك رمزية في الحقيقة باختيار تاريخ يعني 25 شباط أن يكون امتدادا لثورة 25 أكتوبر، هذه الثورة العظيمة التي أحيت روح المواطنة العراقية من جديد وقضت على الفوارق الحزبية والتصنيفات الحزبية والعرقية التي رسختها أحزاب السلطة عبر 16 سنة الماضية من خلال سياساتهم الطائفية وسياسات التفرقة العنصرية والطائفية التي حاولوا زرعها في المجتمع العراقي والتي لم تنتج سوى الخراب والدمار والقتل والتهجير. اليوم شاهدنا أن طلبة الجامعات وبقية المتظاهرين أيضا رفعوا صورا لمئات الشهداء من شهداء ثورة أكتوبر وحاولوا تذكير العراقيين من أنه يجب أن لا تذهب دماء هؤلاء الشباب الذين ضحوا بدمائهم سدى، ويجب أن نواصل تحقيق بقية أهداف هذه الثورة من أجل الإطاحة بكافة أحزاب السلطة ورموز الفساد. عن الطلاب الذين تتحدث عنهم سؤالي القادم إليك الصحفي أحمد الجميلي، الطلاب حملوا راية الثورة رغم القمع والتهديدات من القوات الحكومية والميليشيات، كيف يمكن تقييم الدور الذي يلعبه الطلاب والشباب جميعا لإبقاء جذوة الثورة متقدة؟ نعم، بالتأكيد يعني مثل الطلاب العصب الرئيسي والعمود الفقري للحراك الشعبي في العراق، فكلما مرت أو كلما مر الحراك الشعبي بمراحل صعبة ومراحل ضعف إن صح التعبير، نرى أن طلبة الجامعات يخرجوا بالآلاف وبالملايين عبر
مدن العراق من أجل إعادة روح التظاهرات وبث دماء جديدة في التظاهرات من أجل إدامة زخمها ومواصلة المطالبة بحقوقهم المشروعة. اليوم في الحقيقة يعني منظر الطلاب منظر بهيج ومنظر يبعث على التفاؤل رغم الظروف الجوية الصعبة ورغم ما يتعرض له الطلاب وكذلك المعتصمون والمتظاهرون من عمليات قمع ممهجة تمارسها ميليشيات السلطة، إلا أنهم أصروا على الخروج والمشاركة في تظاهرات اليوم. نعم سيد أحمد، بالحديث أيضا المستمر عن الطلاب المشاركين اليوم، وكما تعلم فإن أغلبهم لم يشارك في ثورة شباط 2011، إلا أنهم يعانون من تبعات سياسات المالكي والحكومات المتعاقبة بسياساتها الفاسدة. باعتقادكم كيف أثرت تلك السياسات على مستقبل هؤلاء الطلاب والعراق بشكل عام؟ نعم بالتأكيد يعني الدافع الرئيسي الذي يعني دفع بالطلاب للخروج والمشاركة في هذه التظاهرات هو أنهم يعيشون واقعا تعيسا في الحقيقة، واقعا تعليميا تعيسا، واقعا معيشيا بائسا للغاية. الطلاب لا يجدون مراكز تعليم وجامعات كالتي توجد في بقية البلدان المجاورة. الطالب الذي يعني يكمل دراسته الجامعية لمدة 4 سنوات يجد نفسه أخيرا عاطلا عن العمل، تعجز مؤسسات الدولة عن إيجاد فرصة عمل تليق به ومن أجل أن يكمل حياة أسرة. يجد نفسه الطالب الذي يحصل على شهادات جامعية مرموقة وسنوات دراسية طويلة مليئة بالتعب والمتاعب، يجد نفسه يفتتح بسطة أو يفتتح أو يكون سائق تاكسي في أحسن الأحوال. لذلك هذا الواقع هو الذي دفع الطلاب لضرورة المشاركة في هذه الثورة، لأنها تمثل لهم الفرصة الأخيرة لانتزاع الوطن من براثن هذه الأحزاب الفاسدة وتحقيق العيش الكريم لكافة الشعب العراقي. نعم الصحفي أحمد الجميلي كنت معنا من بغداد عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.